بالتزامن مع أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب المقررة غدا. هدد على تويتر ترامب منافسته كلينتون بإحضار جينيفر فلاورز التي كانت على علاقة مع زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، قائلا إذا أراد مارك كوبان أن يجلس في الصف الأمامي فربما سأضع جينيفر فلاورز بجواره. مارك الذي ورد اسمه في تغريدة ترامب هو أحد خصومه وكان قد أعلن حضور المناظرة. لترد فلاورز على التغريدة قائلة: مرحبا دونالد، أنت تعرف أنني من مؤيديك وبالتأكيد سأكون في المناظرة.